شهد مهرجان العالمين الجديدة مشاركة واسعة النطاق لفرق الفنون الشعبية من أجل تقديم الفكرات الفنية المختلفة لزوار مدينة العالمين الجديدة. قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية في بورسعيد على الممشى السياحي عروضا فنية ساهمت في إدخال الفرحة والبهجة وحالة من السرور على الزائرين للمدينة. كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية التراث الصعيدي الذي يتميز بإيقاعاته والتي يتفاعل معها الجمهور. طبعا احنا عندنا في شغلنا في التراث بتاعنا رقم واحد عندنا فن السمسمية. احنا فن السمسمية عندنا معروف في بورسعيد كلها السمسمية عندها رقم واحد. التراث عندها الفن في بورسعيد كلها عارفه يعني ايه فن وعارفه يعني ايه سمسمية وعارفه يعني ايه فن شعبي لبورسعيد. يتكلم معانا عن تراثها. شو حلو يعبر عن تراث بورسعيد، كلكات المعالق، حاجات كتير جدا تعبر عن بورسعيد. احنا كفرقه بنقدمها بشكل حلو وشكل مميز بحيث ان هو يعجب الناس. احنا بنكتب الطبلوات، انا بكتب طبلوات الغنائيه للفرقه. طبعا بنصمم عليها استعراضات غنائيه واستعراضات راقصه. فرقه الأقصر انشئت عام 2009، طبعا تم تجميع الفرقه في 2008 لكن اعتمدت رسمي من هيئه عام الأقصر الثقافه عام 2009. نقدم فقره العصاية الصعيد اللي هو التراث بتاعنا، وفقره الفلاحي من التراث بتاعنا برضه. التراث ده دايما مختلف والناس طبعا بتكون مبسوطه معاه. طبعا اكيد يعني الجلابيه والعمه والشاش والعصاية فيها اختلاف طبعا، زي ما احنا عارفين اللهجه بس الصعيدي بتبدع اي حد يعني. فاحنا جايين نمتعكم ان شاء الله نستمتع معاكم يعني، حتى احنا مبسوطين ان احنا موجودين في العالمين. حاجه بصراحه يعني زي ما كنا بنشوفها في التلفزيون واحسن، طبعا الواقع احسن من الخيال يعني. جميله طبعا، لا حاجات جديده متميزه مبهجه وملفته جدا للنظر. تجربه جميله جدا، الجو رائع، واختيار المدينه في الموقع ده حاجه تشرف جدا جدا جدا.